صالح عصام عامل بشركة سيف سياق والكاتب العام المنطوي تحت اللواء الاتحاد العام للشغالين. باش نوضح الرأي العام الإخوان أن من الأول وحنايا بعهد الناس في الحوار الاجتماعي وكنطبقوا القوانين والحقوق اللي مفوضهم لنا الدستور. درنا معاهم جلسات وعدنا المستندات اللي بالرونديفو وهاد الناس بالوعود الكاذبه من الاول حتى لهاد الساعه والوعود الكاذبه. اذا بهم كنايا بقينا خدامين. المكتب النقابي تعرض للاستفزاز، تعرض لشتى انواع الاستفزاز باش يخرج على السياق ديالو، ولكن بقى متشبت على اساس اننا درنا جلسه مع الممثل ديال الاول ديال مدينه برشيد اللي هو السيد العام والسيد الباشا، وعطاونا مهله قالوا لنا انكم سيروا تخدموا وحنا من الاول وحنا خدامين ما موقفين لا الشركه لا والو، على اساس انها غتكون جلسه مباشره مورا العيد. شنو المشكلة عندكم بالضبط؟ المطالب ديالنا عادية، هي الحقوق ديال العمال اللي عطينا المشرع، فهمتي؟ في أي مجال، في الصحة والسلامة، أول حاجة ما كايناش في هاد الناس، أول حاجة أبسط الأمور منهم لي طواليت باش يقضيو الناس الحاجات ديالهم ما كاينينش، والملف المطلبي ديالنا اللي هو حق وخداه من عندنا وقال لنا الرونديفو الاول اننا غنديروا جلسات ما وفاش به، عطانا الرونديفو الثاني ما وفاش به، عطانا الرونديفو الثالث ما وفاش عليه ما وفاش به. حنا لهاد الساعه حنا باقيين مستعدين وواقفين على الحوار الاجتماعي. حنا على اساس ان هذه الشركه عندنا حنايا خدامين بها، عندنا الناس اللي ضربت 30 سنه فيها وهي خدامه من 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 اول واحد حتى 30 سنه. المطالب ديالنا هي اننا الناس حنا كنساعدوا في المردوديه ديال الشركه وكنزيدوا في الانتاج وكنخدموا ليلا ونهارا على اساس انهم يحفزونا ونحفزوا العمال على اساس نزيدوا في الشركه. وكما قلتها وكنعاود نقولها، حنا الاولويه ديالنا حنا هي الشركه تزيد الاستمراريه. عندها 30 سنه، عطاو لنا مدوا لنا ناس انهم تما دوزوا 30 سنه، حنا باغيين نزيدوها 60 سنه، نزيدوا بها العمل. حنا مستعدين للعمل ليلا ونهارا. اذا بهاد الناس هذا ابسط الامور، ابسط الحاجيات اللي كي خاصها تكون في حق عند العامل اللي هي حق ما موفرينهاش لينا، وهذا كل شيء مثبت بالمستندات وبالامور كامله عندنا هنايا. هذه المطالب ديالكم ولا واحد جوج ولا ثلاثه بالضبط؟ المطالب اول حاجه هذا ما كنشميش انا مطلب، هذا حق هو ودرناه حنايا لاساس اننا باش نعرفوا المسيره ديالنا اللي هو الترسيم ديال الانسان. عندنا ناس اللي عندنا خدامه 12 سنه، هل يعقل انسان عنده 12 سنه وكيخدوه بلي كونترا ديال 6 شهور ويهرسوه في شركه اخرى ويعقبوا يخدموه في 6 شهور ويهرسوه في شركه اخرى؟ انا الحق اللي عاطينه والقانون اللي حاطوا لنا الدستور ان الانسان الا ما كانش كف انه يكون في العمل ديالو كديروا معاه الاجراء ديالو، ماشي تما غتشدوه 12 سنه ولا حقوق الحاجيات لا حتى حاجه. عندنا ناس اللي عندها اسر، عندها وليدات، عنده، ورغم ذلك كيشدوهم باقي خدامين تما كيعاملوهم ضاربين 12 سنه 9 سنين. وهذا الشيء كل شيء راه ماشي كنقولوها عادي، راه بالاوراق وبالمستندات اللي شافهم السيد الباشا معنا، وحنايا بقينا على الكلمه اللي عطاها لنا، الوعد اللي عطاها لنا السيد الباشا اننا مباشره من ورق العيد غنديروا جلسه. اذا بهم كنتفاجئوا اليوم حنا جايين العمال كاملين والمكتب داخلين نقوموا بالعمل ديالنا حنايا عاديه، كيتم التوقيف ديالنا بدون تبليغ بدون حتى شي حاجه. شحال ديال الناس اللي توقفات؟ توقفت اخي 23 من المكتب زائد بعض العمال حتى هما وقفوهم اللي هما عاملين خدامين عادي، حتى هما دخلوهم في التوقيف عطاوهم الطرد مباشره. المكتب ديالكم شحال فيه ديال هذا؟ المكتب فيه 23 مستشار. سمعنا بانه تم تبليغ بعض العمال بقرار الفصل من الشركه، عطاكم قوه قضائيه، شنو كتقول في هذا القضيه؟ لحد هذه الساعه اللي حنا واقفين ما كاين حتى شي واحد من العاملين ولا حنا كمكتب نقد تم التبليغ ديالنا بصفه نهائيه. لهذ الساعه حنا اذا بينا جايين خدامين نورمال مع 6 الصباح جايين نقوموا بالعمل ديالنا، اذا كنتفاجئوا بانهم معظم ديال السيكيورتي جايبينهم مرافقين بالكلاب. حنا ما كانوش يحتاجوا يوصلوا هادشي، حنا ماشي بلطجيه، حنا ناس كتقوم بالحق اللي عاطيه لنا الدستور بلا ما يحتاجوا يجيبوا لنا الكلاب ويجيبوا لنا السيكيورتي. حنا لهاد الساعه غنبقاو على الحوار الاجتماعي، واي حاجه كيعطي وكننفذوا، وكنعاود ناكد هاد الكلمه، هذا كننفذوا القرار اللي عطى لنا السيد الباشا. عطانا وعد على اننا غتكون جلسه، وانا طالبت بها غتكون عنده هو في المكتب ديالو، وتبعنا ومشينا خدامين وما كان حتى شي حاجه. اذا بهذا الشيء هادو هاد الناس هادو ما اعترفوا حتى بالسيد الباشا وبالميعاد ديالو، جاوا اليوم كيوقفوا
يشوفوا الناس لا ما كاين حتى شي حاجه. من غير الترسيم شنو المطالب الاخرى؟ كاين اخي كاين الترسيم ديال العمال، هذه اول حاجه كما قلتها. ثاني حاجه ابسط المستحقات ديالهم، راه حنا ما كنوليش كنطالبوا بالمطالب، ولينا طالبين من المستحقات. المستحقات اللي خاصها تكون ما كايناش في هذه الشركه. منهم ها هو اللي المفروض منهم سميتو لي طواليت. لي طواليت اللي انا كنعاود اكد ليها قلتها لهم من الاول اللي عطينا المشرع. المشرع راه مصادق على اننا 50 طواليت لكل شخص. اذا بينا حنايا معظم الناس ما كايناش كيعانيوا لدرجه وصلنا واحد الاكسيون اننا وصلنا اللي الطواليت الناس كتدخل تقضي الحاجات ديالها والناس الاخرين واقفين كيتسناو فيهم. ووقعت اننا وقعت ماكينات عطوا في لي طواليت مشاو خرجوا همايا وخلاو الناس سيمانه ما لاقياش فاش غادي تقضي الحاجات ديالها. وهذا الشيء يعقل؟ وهذا الشيء هذا كيرضى به؟ هذا الشيء باقي عندنا هنايا في المغرب؟ هاد الناس هادو راه ما عرفناهمش ومشينا رغم هاد الشيء كامل جلسنا معاهم في الحوار وقلنا لهم الاخوان هاد الشيء راه ماشي معقول. راه الناس راه بركت سيمانه وزائد استخدمت السبت والحد ولي طواليت ما مصايبينش والو. كاين التماطول التماطول والتماطول اش كنعاود كنركز على الكلمه ديال التماطول. راه حنا ديما كنجلسوا معاهم في الحوار كيعطيونا لي رونديفو وها هو الاساس ها هو اثبات كان عند السيد الباشا. عطاونا الرونديفو باسم السيد الباشا وها هما خرقوه. شنو الطلب يمكن لك تقدمه للشركه بصفه كاتبه عام ديال النقابه وتوجهه للشركه مباشره؟ الطلب ديالي اللي غادي نوصلوا للشركه وانا كنوصلوا هذا للمستثمر. المستثمر هو اللي كنوصلوا ليه بالاخص. حنا الناس باغيين نخدموا وباغيين نزيدوا بالشركه القدام وحنا مستعدين نخدموا صباحا وليلا في اي وقت على اساس الاستمرار ديال الشركه. ولكن هاد الناس هادو اللي في شخص الاداره لهاد الساعه انا بغيت المساءله من عند الباترون. اشنو هاد الناس اشنو باغيين؟ ونزيد ناكد عليها وهذا الشيء بالدلائل اننا باقيين الخدمه وباغيين الحوار الاجتماعي واي حاجه اللي عطاتنا السلطات كنطبقوها. حيت عدم استجابه المطالب ديالكم اللي كتقولوا انتم مشروعه، شنو الخطوات النزاليه اللي غديروها مستقبلا؟ حنايا الخطوات اللي غادي نبقاو في الاضراب المفتوح حتى يجي السيد المستثمر الباترون ونجلسوا معاه. وحنايا مع الاوبجيكتيف والهدف اللي كيقولوا اننا حنا باقيين في الشركه، حنا ضد هذا القول اللي كيقولوا. حنا غنبقاو واقفين هنايا تيجي المستثمر، حيت الحل الوحيد الناس عطيناهم فرص وريحنا معاهم في الحوار، لهذ الساعه، يعني ما كان حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي قالوا. وتعطيني حقي 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 وتعطيني حقي 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 وتعطيني حقي.